النهاردة أخيرا يونت جديدة بتتكلم عن مواضيع جديدة. كل اللي احنا خدناه ده حاجة، واليونت دوت حاجة تانية خالص. هنتكلم على adaptation and living organisms، ازاي الحيوانات بتعمل تكيف وازاي بتقدر تعمل survive في البيئة اللي هم عايشين فيها. تمام، قالك يا سيدي بسم الله lesson 1 هيتكلم لك على ال living organisms diversity and principle of their classification. ازاي احنا قسمنا الأورجانيزمز ديت، وإزاي إيه هو البرنسبل، إيه هو النظرية اللي إحنا حطيناها عشان نقدر نقسم الحيوانات دي. قال لك يا سيدي في البداية، why do scientists tend to classify living organisms؟ ليه إحنا أصلا بنقسم الحيوانات دي؟ ده هنعرفه معانا دلوقتي. قال لك يا سيدي إحنا قسمنا، عملنا classify لكل living organism عشان نعرف ال many examples of it. يعني أنا دلوقتي أما أجي أتكلم لك على ال animal غير أما أتكلم لك على ال plant غير أما أتكلم لك على ال microorganisms. كل نوع من الحاجات دي ليه حتة بيحب يقعد فيها، ليه خصائص مختلفة عن النوع التاني، وليه حاجات كتير قوي 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 مختلفة. قالك تعالى بقى يا سيدي، أول حاجة ندرس ال diversity of living organism، وتاني حاجة هندرس اللي هو ال classification of living organism. قالك يا سيدي أول حاجة هناخدها هي ال diversity of living organism. يعني ايه diversity؟ يعني تنوع. انا بدرس مجموعات الكائنات الحية المتنوعة الموجودة في البيئة اللي انا موجودة فيها. قالك اول حاجة هندرس ال diversity of animals، هندرس كل حاجة من اللي احنا قلناها لوحدها. اول حاجة ال diversity اللي موجودة عند ال animal، التنوع اللي موجود عند الحيوانات ايه هو؟ قال لك when you pay a visit to the zoo، لو انت رحت حديقة الحيوان، you may observe the variety among animals in a lot of different characteristics. يعني ايه؟ لو انت رحت حديقة الحيوان في يوم من الايام، لو انت عايش يعني في مصر، هتلاقي ان حديقة الحيوان دي في منها حيوانات كتيرة ليهم characteristics مختلفة، كل حيوان غير التاني. طيب الكاركترستيك بتاعتهم دي بتختلف في ايه؟ قال لك اول حاجة بتختلف في السايز، في الحجم. تاني حاجة بتختلف في الشيب، الشكل. تالت حاجة بتختلف في الانفايرومنت وير انيمال ليف، يعني كل واحد منهم بيعيش في بيئة غير التاني. بعد كده الواي اوف فيدنج. طيب ماشي، تعالوا بقى ندخل ونشوف ايه الاختلاف في كل بوينت من احنا ذكرناه. في السايز مثلا، فانت ممكن تلاقي بعض الانيمالز بيج وبعض الانيمالز سمول. بعض الانيمالز بيج زي مثلا الرينسيورس، زي الاليفنت، زي الكامل. تمام، عندك الانيمال سمول، طبعا دول كتير قوي، ممكن رابت، ممكن رات، ممكن ليزرد، كل دول بيبقى حجمهم صغير جدا. فانت مطالب عليك ان انت تعرف الحجم بتاع كل انيمالز، ان هو يجي يلخبطك فيه، يقول لك مثلا الكامل او الرنسيورز او الرابت، يجي هل هو السايز بتاعه بيج ولا سمول. فطبعا ده ممكن حاجات تبقى بديهيه قوي ليكوا، ان انتوا لو عارفين اصلا الانيمالز ديت هتعرفوا تحددوا اذا كان مثلا السايز بتاعها بيج ولا سمول. طيب الانفايرومنت اللي هم الانيمالز بيعيشوا فيه، قال لك ممكن في animals live in water، ممكن في animals live on land. اللي بيعيش في الووتر زي الكروكودايل، زي الفيشز، زي الهبو تام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعض الحيوانات اللي احنا لسه ذاكرين انواعها ديت بتعيش في البيئة البحرية، ما بتعرفش ان هي تعيش بره البيئة البحرية دي. ليه؟ عشان هو ربنا خلقها تعرف ان هي تعيش في البيئة دي فقط. فلو هي اصلا خرجت بره البيئة البحرية ديت مش هتقدر ان هي تعيش نهائي. تمام، قال لك اللي هو حتة الهيبو بوتايم دوت بيبقى نوع من انواع فرس النهر. لو انت عارف فرس النهر اللي بيعيش جوه المية، هو ده نوع من تمام، هو نوع بيكون موجود جوه البحر. تمام، قال لك يا سيدي الانواع اللي بتعيش على اللاند ده طبعا سهل جدا تقولها، الدوج، الهورس، اللايون، كل ده بيقدر ان هو يعيش على اللاند بكل سهوله. تمام، تعالى بقى نخش على الدايفرسيتي اوف بلانت.
قال لك يا سيدي diversity of plant بيكون ان انت عندك ال plant are different from each other in many characteristics. ال plants بيكون في انواع كتيرة قوي 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 من ال plants، والانواع بتاعت ال plants دي انت ممكن تعرفها عن طريق ال length الطول بتاعها، او عن طريق ال size of leaves حجم ال leaves بتاعتها، حجم ورق الشجر بتاعها قد ايه. طيب تعالى نفرق ما بين الاتنين برضه. قال لك ال leaves ممكن تبقى huge trees أو short trees. huge جاية من كلمة big كبير، بس huge بتبقى حجمها أكبر بكتير من كلمة big. فال huge ديت زي ال camphor أو ال palm tree. ايه تاني؟ قال لك ال short trees زي مثلا ال clover and gear اللي هو الجرجير يعني، بس بس احنا بننطقه ايه في العربي، الترجمة عامية، بس هو جرجير اللي هو الجرجير بتاعنا العادي. تمام، ده كده اللينس بتاعهم، يا اما هيوج يا اما شو. طب السايز بقى، قال لك يا سيدي ممكن بلانت كاري لارج سايز ليف زي البنانا بلانت اللي هو نبات اللي هو اشجار الموس، او بلانت كاري سمول سايز ليفز اللي هي زي الملوخية بلانت. تمام، الدرس دوت يعني اغلبه من حياتنا الطبيعية اصلا، فانتوا هتكون بس نعم هو اصلا البنانة دي كبيرة. البنانة. لا انا بتكلم على شجرة الموز نفسها، مش البنانة نفسها الموزة، لا الموزة نفسها بتبقى طالعة صباطة كده، صباطة الموز دي لازم يبقى حواليها ليفز اوراق شجر، اوراق الشجر بتبقى كبيرة. شوفي بصي على الصورة كده، الراجل البتاع طوله ممكن تبقى طولها 160 170، فبتبقى طولها كبير قوي. تمام، ال diversity of microorganisms. معلش هو ايه اصلا المايكرو اورجانيزم ده؟ قال لك المايكرو اورجانيزم ده living organism can't be seen by naked eye، حاجات صغيرة جدا جدا جدا، كائنات صغيرة جدا جدا انت ما تقدرش تشوفها بعينيك، but they spread everywhere around us، موجودة في كل شيء موجود حوالينا، موجودة في الاير، موجودة في الووتر، موجودة في السويل، موجودة في الفود، موجودة في كل حاجة. زي ايه مثلا؟ زي مثلا بكتيريا، زي مثلا الفنجاي، الفطريات، زي مثلا البيرد مولد، عفن الخبز، كل دول بنقول عليهم مايكرو اورجانيزم. قال لك يا سيدي المايكرو اورجانيزم دي exist in pond water and can be seen only by microscope، موجودة في البوند ووتر اونلي. يعني ايه يا ميس كلمة بوند ووتر دي؟ قال لك يا سيدي كلمة بوند ووتر دي اللي هي المية اللي بتكون موجودة في بركة الماء. عارف لما يكون عندك بركة مية كده متجمعة مثلا في منطقة صحراوية أو منطقة فيها أشجار، فهي المايكرو أورجانيزم دي بتكون موجودة هناك، أو بتكون موجودة في الحاجات حوالينا مثلا زي البيرد مولد، عفن الخبز، بس تقدر تشوفها بالمايكروسكوب. تمام، تعالى يا عم ناخد أكتيفيتي عشان أوريك إن الووتر فيها مايكرو أورجانيزمز ولا ما فيش. قال لك يا تيدي هات بوند ووتر اللي هي مية البركة، هات جلاس سلايد، سلايد زجاجية، أو جلايس كوفر سليب يعني جيب غطا تغطي بيه السلايد دي، جيب حاجة اسمها ميسيلين بلو سولوشن، ده نوع من أنواع الأحماض الكيميائية اللي بنحطها على الحاجة، ودروبر اللي هي النقاطة، ولايت مايكروسكوب. حلو الكلام يا عم، حلو. ايه الستبس اللي انت هتحطها؟ حط نقطة من البوند ووتر على الجلاس لايت، بعد كده حط نقطة من الميسيلين بلو سولوشن، بعد كده ابدأ ان انت بالراحة تغطي الجلاس بالجلاس كفر سلاب. حلو الكلام، ابدأ حط الجلاس دوت جوه اللايت مايكروسكوب. ليه؟ عشان تبدأ تشوفها. اول ما احطها على الميكروسكوب ستيج اللي هي الحته اللي بنحط فيها السلايد ديت، وابدا اشوف اللي موجود جواها، هبدا اشوف حاجات مختلفه. اول حاجه هنشوف الـ appearance of many living microorganisms، هنشوف كائنات حيه كتيره موجوده في نقطه البوند ووتر اللي احنا حطيناها. they are unicellular organisms، ده يونيسيلولر. يعني ايه يونيسيلولر يا ميس؟ ايه الكلمة الغريبة العجيبة دي؟ يونيسيلولر معناها ان هي عندها more than one cell. يعني احنا بصوا اما تكبروا شوية بإذن الله، ان الكلام ده بديل سنة ستة في المنهج الجديد بس هدولكم انتوا كمان، في كائنات بيبقى عندها one cell بنسميها
يوني سيلولر، وفي كائنات بيبقى عندها اكتر من سيل بنسميها مالتي سيلولر. الكائنات اللي هي المايكرو اورجانيزمز دول بيبقى يوني سيلولر اورجانيزمز. يعني ايه يوني سيلولر؟ يعني عندهم سيل واحدة فقط، تمام؟ زي البكتيريا، زي الفنجاي، زي حاجات كتيرة اوي، زي عندك انت الامثلة اللي موجودة عندك زي الاميبو اللي هي الاميبا، او الاوجلينا، او الباراميسيوم. أميبا، يوجلينا، باراميسيوم. الأميبا واليوجلينا والباراميسيوم هما الثلاثة يونيسيلولر. ممكن تضيف عليهم كمان البكتيريا، هي كمان برضو يونيسيلولر. قال لك كمان المايكرو اورجانيزمز ديت بتختلف في الشيب وبتختلف في الوي اوف موفمنت، يعني ايه طريقه التحرك بتاعها والشكل بتاعها بيختلف عن بعض. هتحط لك الثلاث اشكال اهو، الاميبو واليوجلينا والباراميسيوم، كلهم مختلفين عن بعض. دي شكلها حاجة، دي شكلها حاجة، ودي شكلها حاجة، وكل واحدة منهم عندها حاجة بتساعدها على الحركة. إن الأميبو moves by بيستو بودز، يعني إيه؟ عندها أحرف كده من بره بتمشي بيها. أما اليوجلينا moved by فريجمنت، يعني إيه؟ عندها ديل كده بيساعدها على الحركة. الباراميسيوم moved by سيليا، يعني ايه سيليا؟ شعر خفيف بيكون موجود على الجزء الخارجي بتاعها، هو ده اللي بيساعدها على الحركة. فاهمين يا رجالة ولا في مشكلة؟ فاهمين؟ طيب ماشي. قال لك الأميبا واليوجولينا والباراميسيوم are classified as microorganisms. ليه احنا عليهم قلنا انهم microorganisms؟ ليه مثلا ما نقولش عليهم انيمال وخلاص، هما نوع انيمال وخلاص، ليه سميناهم مايكرو اورجانيزم؟ قال لك يا سيدي احنا سميناهم مايكرو اورجانيزم عشان هما يوني سيلولار اورجانيزم، هما كائنات عندهم سل واحده فقط، وكان بي سين اونلي باي مايكروسكوب، ما تعرفش تشوفهم من غير اما تحطهم تحت مايكروسكوب اونلي. انت نقطه من البوند ووتر، ميه البركه، تلاقيها فيها كل الكائنات الغريبه العجيبه دي، تمام كده يا سيدي. ده اول جزء من الليسون بتاعنا. تاني جزء اللي هو الكلاسيفيكيشن، اتوقع ان هو جزء كلاسيفيكيشن دوت طويل حبتين، 3 4 6 كده، فاحنا هنسيب جزء الكلاسيفيكيشن نقوله المره الجايه، تمام؟ ودلوقتي هنحل بعض الاكزامبلز. يلا يا سلام، ثانية بس يمسك من الكتاب. راحت. تمام يلا يا سام. Is one of organisms that live in water. Hypotenuse. الهايبوتنس. ماشي لبعض لبعض. أميبا، يوجلينا، عند برامي براميسيوم. اوف موفمنت. واي اوف موفمنت. way of movement. اوكي تمام. اللي بعد، لا اصبروا، التاكسونومي ده احنا لسه ما خدناهوش. ماشي، ادخلوا على اللي choose from column P to column A. ماشي، لا في أول فين كان باين بلانت. يلا ثاني ماشي. شكرا لك. حاولي بالشبه كده، بالعقل كده. البوينت بلانت ده ايه؟ أجاوب
اصبري كده مش ثانية، احنا لسه ما خدناش الجزء ده برضه. اصبروا. ما انا مش عارفه ايه البوينت ايوه ده. ايوه انا بحسب بيتكلم على السايز والشيب، لكن هو لا بيتكلم على حاجة تانية. ده بتدخل على الرايت اند فولس. Dog is animal is living in water falls. No, falls. Can بالظبط witness. بالظبط كده. اللي بعد بنانا تري كارل لارج سايد ليفز غلط سمول يا راجل، البنانة اللي كانت ايه ليفز راجل سمول ازاي يعني؟ انا اتجاه صح، ده كانت طول الراجل وهو واقف. اللي بعد فولز لا ثواني برينسورز هو وحيد القرن. ترو لا فولز ترو ترو، خليكي واقفة بنفسك. ترو هو بيقول لك هنا، لا اصبري، بيقول لك هنا سمول، فاكيد طبعا فولز. انا شفتها بيج داتا، فاللي هو الرينسيورز ده وحيد القرن، ده الحجم بتاعه بيج. اللي بعده فيوكي از فرين بلانت ذات لا لا لا، نمبر برودي. 4 4 واحنا كنا في... مش احنا كنا في فور. لا في 3. لا most of micro organisms are unnuclear organisms. صح يونيسيلولار اورجانيزمز. صح ماشي صح. ماشي الرايت ساينتفك. We're gonna use that can be seen and make eyes make eyes and they spread in air water and soil اسمها مايكرو اورجانيزم. بالظبط كده، مايكرو اورجانيزم. يلا اللي بعد. The branch of biology that searches for the هو احنا اصلا similarity. اخذنا دي؟ نو 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 نو، ايه اللي بعد اللي بعده A ولا اللي group of بعده؟ planets. خلاص اصبر 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 كده، ولا اللي بعده معانا؟ انزل انزل على الكومبليت. ايه؟ بقول ولا اللي بعده معانا، انزل على الكومبليت. أول واحدة في الكومبليت خدناها ولا Animals differ from each other in many characteristics. اخدناه. اللي هو الحيوان الشيب وسايز ايوه وكلر كلر ايه؟ هي الحيوانات ليها الوان، ايرو شيب ايرو ايوه، شيب في فيدو ايه وسايز وواي اوف فيدينج، بياكلوا ازاي، شيب وسايز وايه واي اوف فيدينج، طريقة الأكل بتاعتهم. many animals be big as as ثواني as هو ده اللي هو قولي حاجة سهلة. من الشكل اللي هو الشكل اللي هو فيل يعني ايه؟ elephant إليفنت. ايه لا أسهل elephant حاجة إليفنت. من و اللي تقول small small as rabbit و ray. بالظبط كده. إن بعد لا اصبر، لا ما خدناهاش دي. نستكتب كده عشان احنا كده هنحل كل الوقت. نسيب لكم حاجة تحلوها عشان مش هتلاقوا حاجة تحلوها. تمام، نستكتب كده المرة دي يا شباب. ذاكروا كويس، انا ماشية معاكم. بصوا حبة حبة، تاتا تاتا، زي ما بيقولوا كده، بعلمكم المشي. فنذاكر الحتة اللي احنا بناخدها عشان امتحاناتكم قربت. في احتمال كبير قوي ان الامتحانات تبدر وتبقى اخر 12، فانتوا ما تهملوش في المواد. ده هم قعدوا يقولوا عندنا في المدرسة امتحان العملي